تمضي السنوات وما يزال الأمل بالعودة إلى حلب. في هذا السياق أطلقت الرابطة السورية لكرامة المواطن واسما تحت اسم راجعين للتأكيد على حق العودة الآمنة وشروط الواجب توفرها. المزيد في هذا التقرير. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا، أرحب بضيوفي معي في الاستوديو الأستاذ محمود عادل باتنشكي، سياسي سوري مستقل. أهلا وسهلا بك سيد محمود. كما أرحب بضيفي عبر الانترنت السيد عمار طاووز، عضو مجلس أمناء رابطة الكرامة، يحدثنا من غازي عنتاب التركية. أهلا وسهلا بك سيد عمار. أهلا وسهلا فيك، يا مرحبا. مشاهدينا الأكارم، سوف نخرج ونتابع هذا التقرير ثم نعود إليكم. بعد 4 سنوات ما يزال مشهد خروج السكان من أحياء حلب الشرقية شاهدا على عمليات التهجير القسري المنظم في تاريخ سوريا الحديث. هذا ما قالته الرابطة السورية لكرامة المواطن مطلقة حملة عامة لإحياء ذكرى تهجير حلب تحت وسم وهاشتاج راجعين. راجعين يا سوريا، راجعين يا حلب، راجعين يا حلب، راجعين يا حلب، راجعين يا حلب. وفي الذكرى 4 لتهجير أهالي حلب أكدت الرابطة السورية لكرامة المواطن أن حق العودة الطوعية الآمنة الكريمة لجميع المهجرين لا يسقط بالتقادم، وهو حق تكفله جميع الأعراف والمواثيق الدولية، وأن سياسة التغيير الديمغرافي التي ينفذها النظام وحلفاؤه لن تنزع من صاحب الحق حقه، ولن تثنيه عن محاسبة المجرمين وملاحقتهم في كافة المحافل الدولية، كما لا يمكن أن يكون هناك عودة طوعية آمنة إلا من خلال تحقيق شروط البيئة الآمنة في سوريا، وذلك بعد إطلاق سراح المعتقلين وإعادة حقوق المهجرين والكشف عن مصير المختفين قسريا. مدينة حلب أعرق وأقدم مدن العالم وعاصمة الاقتصاد السوري، تعرض أهلها للتهجير قبل 4 سنوات بعد تعرض أكثر من 300,000 مدني في أحيائها الشرقية للحصار والقصف بشتى أنواع الأسلحة، دون أن يرف جفن المجتمع الدولي لصور الأطفال التي تقطعت أوصالهم، والشيوخ الذين ماتوا جوعا، والنساء اللاتي قضين قهرا، ليوضع الحلبيون المحاصرون حينها أمام أمرين أحلاهما مر، فإما البقاء تحت سياط ورحمة الجلاد، وإما التهجير من أرضهم وتاريخهم وجذورهم. طب وإذا أهلك بدهم يتهجروا؟ بدهم لحالي. وين لحالك يعني؟ بيتك. وين بدك تضل؟ ما بعرف. ما تزال صور الدمار في معظم الأحياء الشرقية حاضرة وشاهدة على أكبر جريمة بحق الإنسانية في العصر الحديث، وخصوصا في أحياء الشعار والفردوس والسكري وحلب القديمة، فحتى أولئك الذين تمسكوا ببيوتهم المدمرة وآثروا البقاء لم يسلموا من النظام وممارساته الانتقامية من اعتقال وتغييب قسري. وفي الذكرى 4 لحرمان حلب من أهلها وتهجيرهم، ما يزال أكثر من نصف السوريين محرومين من مدنهم وبلداتهم وقراهم، ويشكلون 20% من المهجرين حول العالم، وما يزال المجتمع الدولي يأخذ دور المتفرج فيما تبدو الجهود الأممية للحل السياسي مجرد محاولة للمساواة بين الجلاد والضحية. مرة أخرى أرحب بك أستاذ محمود ضيفي في الاستوديو. أستاذ محمود، يعني في حلب تلقينا صفحة كبرى، نعم، على وجوهنا وضمائرنا وفي قلوبنا. لماذا تلقينا هذه الصفحة؟ هي أكثر المفاجئة من أكثر من صفعة طبعا، لكن يعني طبعا حتى التوقيت ب 21/12 هو أطول ليل في العام بيكون، لكن هو عدى على السوريين والحلبيين الأحرار يعني بشكل أطول ليلة يمكن في تاريخ حياة كل حر. الأسباب كثيرة طبعا، يعني إحنا إذا ما
شخصنا المرض ممكن ناخذ العلاج الناجع. في الثورة أمراض مع الأسف لم نتخلص منها خلال 10 سنوات، ما زالت حتى الآن. يعني هناك المفارقة، النظام له قيادة واحدة وقول واحد، عندنا التمايزات كثيرة. يعني هناك تمييز السياسي عن المعارض، عن الثائر، عن حامل السلاح، وكل شخص يعتبر نفسه هو الأولى، بينما لو كان توزيع الأدوار بطريقة الفريق، لأن كل شخص له مهمة. السياسي من الذي سيوزع أدوار؟ لا يوجد هيكلية، لا يوجد هذا رأس هذا هذا ما كان الأدوار. يعني عدم وجود قيادة كان ميزة في بداية الثورة، لكن هل هي عامل ذاتي أم عامل خارجي؟ هو هناك استقصاد في هذا الأمر أن لا يكون هناك قيادة لهذه الثورة. يعني في عامل ذاتي وعامل خارجي لا شك. يعني في بطبيعة، يعني ما بعرف إذا مجتمعنا السوري أو العربي بشكل عام لا يعرف العمل كفريق، ينجح كلاعب تنس لا ينجح كلاعب كرة قدم، يعني يمرر الكرة. الاختصاص جدا مهم طبعا، حتى ضمن المسلحين يعني أو الفصائل كان بيناتهم خلافات، يعني كل واحد على حي، وهذا ما أدى إلى التفرقة طبعا حتى بسقوط حلب، وإن شاء الله النهوض قادم. كانت المشكلة المعضلة الكبرى هي تعدد المشاريع. يعني هناك كان شرط، يعني أحد الشروط هي خروج، وصلوا إلى خروج 250 بس فقط من عنصر من النصرة، لكنهم رفضوا، لكن وفي النهاية خرجوا وأخرجوا معهم وخسروا حلب. يعني كانت المفاوضات، كان في ورقة مع الضامن التركي أن أخرجوا ما يسمى الإرهابيين من بينكم وخلص، يعني تسير الأمور، وكانت ورقة قوية، لكن التعنت أدى إلى خسارة الجميع، يعني خسر الجميع بمن فيهم من تعنت. يعني ولذلك إذا لم ننظر برؤية جديدة بتوحيد القيادة وتوحيد الهدف والرؤية وتقديم التنازلات لمن في صفي، يعني لا أقدم تنازلات لخصم، في النهاية نحن نتنازل للعدو، فما فالأولى أن نتنازل بين بعضنا ولا نخون. أهم مشهد مؤلم كان في ذاك الوقت عندما خرج الثوار من حلب وهم مكلومون، ويمكن أعظم جرح في حياتهم، في ناس خونتهم وباعوا وكل هذه القضايا، بينما هم عانوا ما لم يعانيه أي أحد، يعني تحت القصف والجوع والخوف على الأهل والأولاد، هم باعوا أنفسهم. لكن مع الأسف ما زال التخوين في مع أي شخص دون أن تعرف الخلفيات. نعم. طيب حتى يعني نزرع بذور الأمل. نعم. أو نبحث عن بذور الأمل إن كانت. نعم. موجودة بعد 4 سنوات من تهجير حلب وبعد 9 سنوات من الثورة، هل تسير الأمور اليوم في مسارها الصحيح ولو تدريجيا ولو ببساطة؟ أنا سأجيبك، لكن بعد. نعم. استعراض تاريخي بسيط للتهجير الذي هو مذهب روسي. يعني في القرن 19 روسيا القيصرية هجرت الشيشان والشركس، في ستالين في العهد الستاليني هجر الشيشان والإنغوش، في حرب صربيا ضد البوسنة والهرسك الذين كان يدعمهم الروس أيضا هجروا المسلمين. مذهب المجتمع المتجانس هو مذهب روسي تبناه بشار الأسد لتطبيقه. لم تكن طفرة أو بدعة، يعني هي لا أسلوب. هي من أصل، مع أن الروس هن تعرضوا، يعني حلب سميت ستالينغراد سوريا، لكن ستالينغراد الروس هم يعني كانوا محاصرين وعاشوا الحصار والقهر من الحصار، لكنهم في حال قوتهم يستقون على الشعوب بهذا المذهب. يعني نعم. طيب اسمح لي استاذ محمود، تاخرنا على ضيفنا الشيخ عمار طاووس. نسلم عليه كمان ونسلم عليه ونقول له يسعد مساك شيخ عمار، اهلا وسهلا فيك شيخ عمار. البعض يقول ان العوده الخير والنور والسرور، وتحيه لقناه حلب اليوم على هالاطلاله الرائعه في ذكرى مؤلمه، وتحيه للاستاذ محمود الاخ الثائر
الذي قضينا معه في حلب ومع بقية الإخوة والأخوات الثوار أجمل أيام حياتنا. تحية لك شيخ عمار. شيخ عمار، البعض يقول أن العودة إلى حلب، يعني كما يعني أكيد حضرتك متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، نزلوا مجموعة من النشطاء واسم راجعين، والبعض يقول لهم إلى أين راجعين وكيف سوف تعودون إلى حلب؟ إلى حلب البعض فقد الأمل من هذا الموضوع أبدا، وهناك من يقول أن العودة، عودة الثوار إلى حلب، سوف تكون عودة المنتصر. هل هذا الأمر واقعي اليوم أم إنه ضرب من الخيال؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، لا أدري كيف يكون هذا التفكير تفكيرا سويا. إذا رجعنا إلى القوانين الدولية، القوانين الدولية عندما تعرف اللاجئ والمهجر، وإن كان الحالة السورية ينطبق عليها حالة اللجوء أكثر من الهجرة، فوفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عندما تتكلم عن اللاجئين فتقول هم أشخاص لا يمكنهم العودة إلى بلدهم الأصل بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد أو الصراع أو العنف أو بشكل كبير، وبالتالي هم بحاجة إلى الحماية الدولية. وإذا نظرنا إلى واقعنا السوري والحلبي، فليس مستغربا أن يحل في مدينتنا الغالية حلب، ليس هذا ضرب من الخيال، فما حل في حلب حل قبله في حمص وفي دمشق وفي أنحاء سورية مختلفة، وتلاه بعد ذلك حالات متشابهة. فنحن في هذه المناسبة ونحن نعيش الذكرى المريرة الرابعة للتهجير القسري واحتلال مدينة حلب، فإنني أذكر بأن هذه الجريمة هي الجريمة الأسوأ على الإطلاق في القرن 21، وكما استمعنا في تقريركم أكثر من نصف سكان سوريا اضطروا إلى ترك بيوتهم ومغادرتها بسبب فقدان البيئة الآمنة. وهنا أؤكد، عندما تفقد البيئة الآمنة لا يمكن أن يكون هناك حياة مع فقدان الأمن، والأمن شيء أساسي عبر الله عز وجل عنه في القرآن الكريم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. فالأمن النفسي والأمن الأسري والأمن المجتمعي والأمن الاجتماعي بشكل عام هو أساس لأن تحصل بعد ذلك العودة الآمنة. وعندما نقول عودة هي عودة آمنة طوعية بكرامتنا بعزتنا، تحقق في ذلك ما نصب إليه. فهل الآن أهلنا في حلب الحبيبة الغالية هم آمنون؟ سأذكر بعض الأمثلة، وكلكم يعلم ما يتعرض له أهلنا من الاضطهاد والعنف بأبشع صوره. هل هذه بيئة آمنة؟ هل مؤسسات الدولة وهي مغيبة تماماً، لا هناك سلطة تشريعية ولا هناك سلطة قضائية وليس هناك سلطة تنفيذية، بل الكل بيد القبضة الأمنية والجيش والميليشيات المحتلة للبلد. هناك أعداد كبيرة جداً من الميليشيات التي صارت محتلة لبلدنا تفقد أمن الإنسان والمواطن في بلدنا الغالية. الاعتقالات العشوائية ليس هناك قيمة. نعم. شيخ عمار، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. أعتذر منك وأعتذر من السادة المشاهدين، سأعود لك، لكن بعد هذا التقرير. 4 أعوام مرت على تهجير الناشط الإعلامي عبد الرحمن الخضر من مدينة حلب إلى ريفها ليشكل التهجير مفترقا هاما لحياته، فقرر متابعة دراسته في القانون الدولي ويسعى لتوثيق شهادات وأحداث تدين نظام الأسد لتقديمها للمحاكم الدولية. المزيد في هذا التقرير. أنا عبد الرحمن الخضر، مهجر مدينة حلب، عمري 30 سنة،
متواجد حاليا بمدينة الباب بعد التهجير اللي صار علينا ب 2016. حتى اللحظة الأوضاع هي غير مستقرة بالنسبة لأي مهجر. بعد ما طلعنا من مدينة حلب ووصلنا المنطقة المحررة بالريف الغربي بريف حلب اختلفت علينا التفاصيل، نحن ما نعرفانين وين رايحين. شعور مختلط، فرح وحزن وضياع. فرح لأنه حافظنا على جزء من الأهالي، لأنه حسنا نطالع أهالينا. الحزن أنه خلص إلى اللقاء يا حلب، وداعا يا حلب، لأنه من الممكن نرجع ممكن لا. الضياع أنه أنا وين رايح مجهول. أي طلعت وصلت بالمنطقة كان في ساحة بركت فيها، أي وبعدين وين رايح ماني عارفان. أنا شخصيا يعني صار عندي مفترق طرق، أنا نشط إعلامي، ولكن أنه خلص إذا أستمر بهذا النشاط بالطريقة اللي أنا ماشي فيها فممكن أنه أنا راح أدفن حالي. فلا، أنا كوني حقوقي ودارس وإلى آخره، فلازم أنه أنا أنمي هاي المهارات، أطور حالي أكاديميا ومهنيا لحتى أحسن أخدم قضيتي بالطريقة الصحيحة اللي تغيبت عنا. رجعت على الدراسة، كملت دراستي بالقانون بالإضافة لدراستي بإدارة المؤسسات الحكومية، ومباشرة الاستمرار وبشكل رسمي بالعمل بالمجالس المحلية لمساعدة المهجرين بشكل فعلي. بدراستي أنا حاولت أوسع أفق التفكير، لأنه أنت عندما تكون بحصار أفق تفكيرك يكون محدود بفترة الحصار بمنطقة الحصار، ما بتحسن تفكر أكبر من هذا المدى. ولكن عندما أنت تطلع شوي خارج النطاق فتصير تشوف أمور مختلفة، بتشوف من زاوية مختلفة جدا. فهذا الشيء أثر على حياتي بالشكل العام باختصاصي بالشأن القانوني والتدريب القانوني. اختصيت بتدريبات خاصة بالقانون الدولي اللي للأسف طلعنا نحن في عنا نقص كتير بهذا المجال. رسالتي لحلب، ما عندي رسالة محددة، لأنه أنا شخصيا حلب هي بالأساس هي دائما موجودة بخاطر والفكر أي إنسان. طبعا كشخص بحكي كون أنا من حلب، ابن حمص كذلك الأمر، ابن درعا كذلك الأمر، ابن الغوطة، ابن المناطق بشكل عام. ولكن اشتقت لك. أرحب بضيفي مرة أخرى أستاذ محمود. أستاذ محمود، يعني قبل الفاصل كنت تريد أن تتحدث وكنت قد سألتك إن كانت الأمور على الرغم من يعني من قتامة الصورة وسوداويتها، إذا كانت تسير بالاتجاه الصحيح ولو بشكل ضئيل، إن كان هناك يعني بذور أمل أو ضوء في آخر هذا النفق المظلم الذي دخلنا فيه ولم نعرف كيف سنخرج. الأمل أن نستفيد من الدروس. حتى الآن أنا آسف أقول أني لا أرى بوادر، لكن هناك الكثير من التحركات، الكثير من التجميع، تجميع الطاقات والقوى لعمل شيء، وآمل أن يكونوا استفادوا من التجارب ومرارة التجارب السابقة. لكن على الأمل، أنت كنت بتسألني كمان على الأمل، شاهدت كثير من المقاطع الفيديو، في كثير من الأطفال قالوا وهم يخرجوا من حلب نحن سنعود إلى حلب لنحررها ونعمرها. هذا الطفل لم يلقنه والده هذا الكلام. في الحلبي هي بالفطرة، يعني هناك مقولة لأحد السلاطين العثمانيين، إذا هدمت اسطنبول تعمرها حلب. سأذكر لك حادثة كانت هناك مخرجة بوسنية، وإذا هدمت حلب من يعمرها؟ أهل حلب لا شك، يعني أهل حلب يصنعون من الخيط حيط، يعني هذا معروف استغلال الطاقات، خصوصا بعد اطلاع على الكثير وإغناء معارف في خارج ويحققون الكثير من التفوق. فكانت هناك مخرجة بوسنية قالت لي لا تتفائلوا كثيرا، لأن البوسنة بعد حوالي 20 عام ما زالت الأبنية التي هدمت في ذلك الوقت ما زالت مهدمة، وكذلك البنية التحتية. قلت لها أهل حلب غير ذلك، يعني وأنا واثق من هذه الكلمة، لأننا
أنا طبيعة مهنتي أو طبيعة كنت على تعامل مع الكثير من أصحاب المهن. ترى الميكانيكي لا يصعب عليه أي شيء والنجار كذلك لكن السياسي عم يصعب عليه يقعد ويصلح مع النظام ومع المجتمع الدولي. الدواء إلغاء كان حلبي أو غير إلغاء حلبي. الأنا وتبني النحن هذا هو الدواء. عسى أن نجترع منه الكثير. نعم. لازمنا يعني كثير. نعم شيخ عمار، يعني أستاذ محمود تكلم عن حنكة الحلبيين وقدرتهم على تجاوز المحن. اليوم ما هي رسالتك للمهجرين من أبناء مدينة حلب الذين انتشروا ربما في جميع أصقاع الأرض؟ رسالتي في ذلك: لا يأس مع الحياة، لابد من عمل ومثابرة في إكمال الثورة التي بدأنا بها، ثورة العدالة، ثورة الكرامة، ثورة الحرية. لا يمكن أن يكون هناك عودة طوعية وأهلنا الحلبيون يتعرضون لأبشع أنواع العنف والاضطهاد. لا يمكن أن يكون هناك عودة ومؤسسات الدولة مغيبة عن عملها، لا سلطة تشريعية ولا تنفيذية ولا قضائية، مقابل فتك الأجهزة الأمنية والميليشيات المحتلة للبلد. لا عودة أبدا، والمغيبون والمختفون لم يكشف عن مصيرهم. لا عودة أبدا، وحملات الاعتقالات اليومية الموجودة في أجهزة الدولة المتبقية، لا أقول أجهزة الدولة بل هي أجهزة عصابة. لا عودة أبدا، والميليشيات الطائفية التي تفتك في بلدنا والتي جيء بها من أنحاء العالم. لا عودة أبدا، وحملات التشيع السياسي والفكري موجودة في بلدنا. لا عودة أبدا، والتغيير الديموغرافي تقوده ميليشيات وعصابات وبعضها برعايات دولية. لا يمكن أن يكون هناك عودة وميليشيات مسلحة سلطت على رقاب شعبنا الحبيب. لا عودة أبدا، وهناك غياب للخدمات وانعدام للأمن وانتشار للخوف. لا يمكن أن تحصل عودة إلا من خلال حل الأجهزة الأمنية وعودة دولة القانون والمؤسسات، وهذا يكون برحيل رأس النظام بشار وحل الأجهزة الأمنية والجيش وإعادة تشكيلهما من جديد، وبذلك يكون تحقق الأمن النفسي والفكري والاجتماعي والأسري، كما قال تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم أستاذ محمود، يعني قبل قليل حضرتك تحدثت عن التجربة البوسنية والصربية. بالنهاية البوسنيين حاكموا قاتليهم وجلاديهم وتم إحالتهم إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم لبعض منهم، بعض من رموز القتلة والمجرمين. هل تتوقع أن يحصل مثل هذا الشيء؟ هل سنشهد محاسبة ومحاكمة لرؤوس من أجرم بحق الشعب السوري بشكل عام ومدينة حلب وأهالي مدينة حلب بشكل خاص؟ لا أشك في ذلك. يعني اليوم سوريا بحاجة لإعادة الأعمار. إعادة الأعمار لا تسمح بها القوى العظمى وكل حتى الأمم المتحدة دون زوال هذا النظام، ولا زوال لهذا النظام إلا بعد عدالة انتقالية. انتقالية أم تصالحية؟ لا انتقالية. تصالحية يعني قالوا أنها خطأ في الترجمة. نعم. لكننا نعرف الترجمة صح ونعرف كيف نترجم العبارات والمصطلحات إلى واقع. في ناحية مهمة جدا، خرج من حلب أكثر من 45 ألف مدني كانوا وبالبساطة، وكان بكل بساطة يستطيعون اللجوء إلى النظام بعد أن طمأنهم أن الأبواب مفتوحة وهيئ لهم بعض الأماكن، لكنهم أبوا العودة إلى الذل واتخذوا طريق الكفاح والنضال للعودة المظفرين بإذن الله، وهذا أنا أراه كما أراك بإذن الله. إن شاء الله تعالى. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمود عادل بدنشكي، سياسي سوري مستقل، كنت معنا هنا في الاستوديو، كما أشكر ضيفي
الشيخ عمار طاووز عضو مجلس أمناء رابطة الكرامة كان معنا من غازي عنتاب التركية. مشاهدينا الأكارم بعد الفاصل، الشهباء روح يحييها الفن الأصيل. ما بين التراث والثوابت، وما بين الحداثة والواقع، ما بين ثبوت النص وتعدد قراءاته وشروحه، وما بين العقل والمادة. في عصر التحديات الأكثر اتساعاً يخوض المسلمون اليوم معركة الوعي والفكر. في برنامجنا الإسلام والعصر معي أنا محمد سرحيل، نطرح أسئلة العصر الكبرى عن الإسلام وإشكاليته في نظر الآخر. نناقش العديد من القضايا المستجدة بلسان العصر ومقاصد الشريعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نصصنا أبي، كيفك؟ تشكر درم يوسف قردشم سنص. والله بخير. لك وين أراضيك يا أستاذ؟ ما أقول فضايم سنر داسن. والله أنا بأنقرة. شو إمتى نازل على عنتاب؟ يعني بوغن يارن هرالده إنرم. نولدو بو ساسيلين برورامي ne yapacağız anlaştık mı? أصدق صاغ سليم. ايه والله انا برايي لازم بقى نبلش هذا البرنامج ونركز على اهم المشاكل اللي عم يعانوا منها السوريين والشائعات اللي عم توجه ضدهم بتركيا. انت شو رايك؟ يعني bence de iki toplum arasındaki alakayı ilgiyi konuşmak yıllardır yüzyıllardır süre gelen iletişimin nasıl olduğu neye binaen yapıldığını bunu konuşmak buna odaklanmak gerekiyor. Özellikle uyum, iki toplum arasındaki uyum ve iletişim noktasında ve buna engel olan, teşkil edecek olan şeyleri konuşmak güzel olur. Mumtaz. Bas khallina kamen nahki shoy an el akel ve tabakh ve nafakh, el yalınci, el malınci ve el qisas hay. İş rayak? Tamam, olur. Ama stüdyoda görüşelim. Yalla. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Görüşürüz. الفن الأصيل مرآة حلب تعكس صادقة كل ما مرت به الشهباء. مشاهدينا الكرام، نتابع هذه الكلمات للمنشد أحمد أبو خرس. يسعد مساك سيد أحمد. الله يسلمكم يا رب. أهلا بك. يفتح عليكم. الله يمسيكم بأنوار الحبيب. يا أهلا وسهلا. أهلا بك سيد أحمد. يعني حضرتك أحد منشدي حلب وأعلامها، ويعني في ذكرى الخروج من مدينة حلب والتهجير من مدينة حلب، هل ما زالت حلب حاضرة في الأغنية، في النشيد الديني، في روح الفنان الحلبي الأصيل؟ الله يبارك. طبعا يعني هل يتخلى الإنسان عن أرضه ووطنه وأمه، الأم الأولى والثانية؟ طبعا الأم اللي حضنت أمهاتنا هي الأم الثانية. الله يبارك فيك.
نعم. طيب اسمح لي أستاذ أحمد أن نستمع إلى هذه الكلمات ونتابع هذه المادة. سوري أنا، سوري أنا، لن أنثني، لن أنحني. أنا من رويت الصبر من جرح الندي، أنا من ضميت وليس مثلي من ضمي. أنا من طويت العمر جرحا يا أخي، أنا من نزحت من الديار، أنا من نزحت من الديار مهجرا. قلب تشظى بعد أن كان الوفي، سأعود يا وطني، سأعود يا وطني، سأعود يا وطني كفجر ضاحك مثل الربيع، مثل الربيع، مثل الربيع يعود في أبهى الحلي. رجعين يا حلب رجعين، رغم الحصار رغم الألم سنعود إن شاء الله ونبني هذه الأم التي أنجبت أبطالا يدافعون عنك يا وطني الحبيب. صبرين 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 يا شهبا صبرين، رجعين 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 يا شهبا رجعين. إن شاء الله سنرجع ونبنيها حجرا حجرا بعد أن دمرها النظام المجرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن هذه الأمة تلك الغمة، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك يا أستاذ أحمد على هذه الكلمات الطيبة. أنا من نزحت من الديار مهجرا، هكذا قلت حضرتك، وإن شاء الله بتعود لديارك ويعود كل المهجرين إلى ديارهم. ما أثر هذه الكلمات وهذه الأغاني وهذه الأناشيد وما دورها في تذكير أهالي مدينة حلب في مدينتهم؟ ما هو الأثر الملموس الذي تلمسونهم من خلال متابعيكم والذين يستمعون إلى هذه الأناشيد والأغاني؟ لولا الأمل ما بقينا إلى هذه الساعة. الأمل بالله سبحانه وتعالى وثقتنا بالله عز وجل أننا رغم الآلام والصعاب والحصار الذي كتبه الله علينا إن شاء الله صابرون، وهذه ستشد من عزيمتنا إن شاء الله قادمون يا حلب إن شاء الله. هل لهذه الكلمات دور؟ هل يعني عندما يعني حضرتك منشد ولك متابعين ومستمعين، عندما يستمع الناس المهجرين الحلبيين إلى هذه الكلمات كيف تؤثر بهم؟ طبعا ربما هذه الكلمات تؤثر أكثر من الرصاص الذي يبعثه أو يضربه النظام المجرم. كلمات تبعث الأمل، تبعث الروح، تحيي النفوس الضعيفة التي يأست. فمن الأمل إن شاء الله ستنهض الأمم إن شاء الله تعالى. أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد أبو خرس، منشد مهجر من مدينة حلب. شكرا لك سيد أحمد،
كنت معنا من مدينة عزاز. ننتقل إلى صوت حلبي آخر. المنشد الحلبي أنس قضيماتي تحدث عن مدينة حلب بهذه الكلمات، دعونا نتابع. رسمتك ما بين قلبي وروحي، ولازلت أرسم وجهك بين النجوم وبين القمر. أحاول رسمك في أغنياتي، في تمتماتي، على كل وجه حزين يلوم القدر. أنس قضيماتي، منشد مهجر من مدينة حلب. عندي أمل كبير بالله سبحانه وتعالى أنني سأعود إلى مدينتي الذي تربيت ونشأت فيها. يا شهبة مهما يطول الليل لابد يعود لك أهلك. يا شهبة مهما يطول الليل لابد يعود لك أهلك. زحف الثوار سايل سيل يا شهبة من لاقي مثلك. زحف الأحرار سايل سيل يا شهبة من لاقي مثلك. لو صارت ثورة نحكاية والشهداء ألفين وألف، حنواصل حتى النهاية ونخلي الحجر جوا الكف. لو صارت ثورة نحكاية والشهداء ألفين وألف، حنواصل حتى النهاية ونخلي سلاحنا جوا الكف. راجعين يا حلب. يسعد مساك سيد سيد أنس ضيماتي، أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أخ بشر، مساء الخير يا حلب، مساء الشوق يا حلب، مساء الحنين يا حلب، مساء الحب يا حلب، مساء طيب للمهجرين والناشطين القابضين على ثورتهم ومتمسكين بثوابتها. مساء الخير الأبطال الميامين المرابطين على ثغور حلب وباقي مناطق جميعا. ما شاء الله عليك، مساءك مليء بالحب وبالعواطف الجياشة إلى مدينة حلب وإلى أهلها المهجرين. يعني كيف اختلفت النشيدة؟ كنا نسهر مع أنس قضيماتي في مدينة حلب أيام الحصار وقبل الحصار ونسمع إلى أناشيد محفزة. ما هو الاختلاف في النشيد، في الكلمات، في اللحن، في الصوت قبل الخروج من حلب وبعد الخروج والتهجير من مدينة حلب؟ حياك الله أستاذ بشير. صراحة لفراق حلب غصة في الحنجرة لا يعلم بها إلا الله. فمن بعد حلب بدأت الجرح الكبير في الحنجرة اللي تعود دائما على الحزن. نسأل الله يعني أن يمن علينا بعودة إلى حلب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نقوى أكثر لنقدم شيء محفز كما كنا سابقا. هل يعني أثر هذا الحزن الذي تفضلت به حضرتك وهذه البحة سلامتك يا أنس، هل أثر هذا الأمر على ما تقوله من نشيد وما تغنيه من أغاني؟ والله ببعض الأحيان، ولكن يعني كيف رسمت ملامح النشيدة التي تغنيها أو الأغنية التي تغنيها الجديدة بعد خروجنا من حلب؟ كيف رسمت ملامحها؟ نعم. كيف رسمت؟ تسمعني أنس؟ نعم. كيف رسمت ملامح الأغنية الجديدة بعد الخروج من مدينة حلب؟ وكما تفضلت حضرتك يعني الحنجرة مختلفة تماما عما كانت قبل. نعم. صراحة مصابي بحلب كبير جدا لا يعلم به إلا الله، ولكن أحاول دائما أن أغير من هذا الأسلوب. عسى أن الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا، وفي الأيام القادمة إن شاء الله سنجد شيء محفز إن شاء الله تعالى. لكن الأمل حسب ما يعني كنت قبل قليل تتكلم ما زال موجودا وما زال قائما بالعودة إلى حلب إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. طيب خلينا نسمع منك شيء الآن. طيب.
الحارات يلي ربينا فيها والأوهات كتير عليها شهباء ومكسورة خاطر قتلوا ماضيكي والحاضر شهباء شهباء ومكسورة خاطر قتلوا ماضيكي والحاضر شاقوا قلبي ماطر الشهبة الحرموني أجيها أربع سنين يا حلا والقلب مجروح ببعدك شفنا العجب يا روح الروح أربع سنين يا حلا والقلب مجروح ببعدك شفنا العجب يا روح الروح مقهور عندي عتاب وجواتي قهر وتعب عالدم اللي فيها انسكى والظلم صار بأهليها يا حلب يا أم الناس وحجارك عبير وقاس يا حلب يا أم الناس وحجارك عبير وقاس وترابك ذهب بينباس يا قهري عليها يا قهري عليها يا قهري عليها سلامتك أنا سلامتك من القهر ومن التعب ومن الحزن الله يسلمك ما بعرف يعني أسقط في يدي لا أدري ماذا أتكلم بس بتشكرك كتير على هالكلمات اللي وعلى هذا الصوت اللي رجعنا لمدينة حلب وأنت أحد المهجرين من مدينة حلب وبتشكرك جزيل الشكر أنس ضيماتي منشد مهجر من مدينة حلب شكرا لك أنس الله يكرمك سيد بشر شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام مشاهدينا الكرام الفنان أحمد حبوش عاش الحصار قبل أن يهجره نظام الأسد كانت له هذه الكلمات في حب حلب متابع يا ليل وشحبة أم الحبايب وقلبي عليها دايب وشحبة أم الحبايب وقلبي عليها نايب يا أغلى مدينة بالكون ونور عليها غالب يا أغلى مدينة بالكون ونور عليها غالب شغبة كبير باسمك دوم الدوم منسى اسمك والله يوم كبير باسمك دوم الدوم منسى اسمك والله يوم هيا قلعت أمجادك وأزانك يتعلدوا هيا قلعت أمجادك وأذانك يتولدهم شغبة وشغبة أم الحبايب قلبي عليها دايب
وشقبة أم الحبايب وقلبي عليها دايم يا أغلى مدينة بالكون ونور عليها غالب يا أغلى مدينة بالكون ونور عليها غالب شغبة. أرحب بضيفي المنشد الحلبي حج أحمد حبوش يحدثنا من ريف حلب. أهلا وسهلا بك يا حج أحمد. خليك يا أهلا وسهلا. الله يخليك يا رب جميع عزك يا رب وديم هالقناة الحلوة هي اللي عم تظهر الحق بهذا الوطن. يسعد مساك حج أحمد حبوش. أنشدت عن حلب وأنشدت عن تفاؤلك بالنصر في حلب وقلت منصورين بعون الله، واليوم يعني بعد 4 سنوات من التهجير، ما رأيك بهذا الكلام؟ هل ما زلت متفائلا؟ والله أنا متفائل إن شاء الله. أكون يعني الإنسان دايما يوم تفائل بالخير، تفائل بالخير تجدوه. يعني الإنسان دايما دوم لا يعني لا يخمط الإنسان إني والله يقول ولا يمل ولا كذا. إن شاء الله نحن متفائلين بإذن الله، نحن بإذن الله متفائلين، وإن شاء الله وتعالى من نجدد النصر ونرجع إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تعالى. إيش بتعني لك مدينة حلب حج أحمد؟ والله مدينة حلب هي بتعني لي أمي وأبوي وروحي ودمي وزراتي، هي حلب. نعم. هل جهزت أنشودة العودة لمدينة حلب إن شاء الله تعالى؟ ما زلت متفائل يعني حضرتك متفائل؟ لك مثل عادة، لك نحن بركينا عن إيش عم بال منساوي. نحن عبارة أن نحن دعاة تعني لحلب ودعاة للناس الطيبين. نعم. ما زلت تنشد لمدينة حلب بعد خروجك وتهجيرك من مدينة حلب؟ والله أنا يعني الحمد لله رب العالمين. أنا يعني ما في اليوم يئست أنا من هذا الشيء، هذا عطول متفائل أنا بالخير إن شاء الله. يعني الإنسان عطول يتفائل بالخير. يعني في بعض من الناس يقولوا خلص أني رجع، ما لا هذا غلطة، هذا اللي بحكي هالكلام هذا غلطان، أكبر غلط. هذا إن شاء الله نرجع ويقيم الحفلات ونقيم الأفراح ويقيم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تعالى بإذن الله. حبذا لو نسمع منك شيء حج أحمد. والله هلا بدأ على سويت مساوي لسه هلا نشودة صغيرة، يعني لسه ما كملتها، بس نسمعكم النبيتين. يا ريت. ايه نسمعكم النبيتين ان شاء الله وتعالى. تفضل. ما في منك يا حلب انت الخير والأدب، ما في منك يا حلب انت الخير والأدب، انت اغلى ناس علي بفديهم روحي وعني، انت اغلى ناس علي بفديهم روحي وعني، وانت اغلى من الذهب وانت اغلى من الذهب. ما في منك يا حلب انت الخير والأدب، ما في منك يا حلب انت الخير والأدب، انت اغلى ناس علي بفديهم روحي وعني، انت اغلى ناس علي بفديهم روحي وعني، وانت اغلى من الذهب انت اغلى من الذهب. المنشد الحلبي احمد حبوش، شكرا جزيلا لك وشكرا لهذه الحنجره الرائعه، كنت معنا من ريف حلب. شكرا لك حج احمد. الله يخلي لي قلبك ويخلي لي اياك ويخلي لنا ان شاء الله حلب، وان شاء الله من كحل عينينا ومن كحل عينينا بحلب والناس الطيبه، يخلي لي قلبك ان شاء الله تعالى. شكرا لك سيد احمد. مشاهدينا الكرام، مع هذا الصوت العذب نصل الى ختام التغطيه الخاصه التي أفردناها للحديث عن الذكرى الرابعة للتهجير القسري الذي شهدته مدينة حلب قبل 4 أعوام، على أمل العودة إلى حلب الحرة. دمتم بحفظ الله ورعايته. كان معكم بشر حاوي، إلى اللقاء.